الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، وعن كسو جرني وقفاتك كسب سنا مع تدبر القرآن وآياته، وعشر كينا ما تكسب سنيا هاي لما مقصد أو كملة مقاصد الله أخري قرآنك، مقاصد القرآن كالله أخري وحاكم إذا مقصد العمل قرآن كإن الله أخري للعمل إن لغو نقمه لغو عمل فله إن لتطبيقي أوامرتك سؤارات قرآن ك إلهي سبحانه وتعالى إن لغو نواده وحيابها صونا وحيكم إذا مقاصد ماذا قرآن كالله أخري مرك مقصد العمل قرآن كإله وأغاها لي. فقال الله تبارك وتعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. إلى يحولا أرنكم السجنات وما تكون في شان أرنكم السجنات وما تطلو منه من قرآن قرآن ما أخرست ولا تعملون من عمل عمل لما سميسان أمة محمد إلا كنا عليكم شهودا إلا هذا بعمل سميسان أما قرآن هذا أخرسان أما شان من الشهود أتكسوا أنتهين وحانا هانا شهودا عليكم إلا كنا عليكم شهودا قوا إذن كم إذن قب جوجيالا وأرمين الله سعد أيان هاي مرقات يالك إذ تفيضون فيه قرت عاد جدك على إنسان عمل كاسي أخرس كقرآنك يا عماشك يا لمتك إلى هنا كما قرصنا وما يعزو عن ربك إلى كما قرصنا من مثقال ذرة وحلق قرآن جو إن لك أما دل عسلك إلى كما قرصنا سبحانه وتعالى وكسغنات في الأرض ولا في السماء ذلك دعيس كسغنات أما عرك كسغنات ولا أصغر من ذلك أنت وحكي المجرى ولا أكبر وحكوي المجران قرآن جدا إلا في كتاب بكسغنات كتاب كتاب كسوم مبين عد مرك قفك آخرنا يا قرآن وحال غرب مقصد العمل إنه آخر يوم قرته وآخرنا أيانا وإن أجدد سأيتها عملك لأن قرآن كان وحالوس ودجيه للعمل إن لغو نقمه أو لغو عمل فله إن لغو بركوبه إن لغو عبادة استعيه لوس ودجيه ساد دراديد وحالة قوري عثمان بن عفان وبي بن كعب يقار كلو بضانا كمدا الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين إن أي رادين كنا لا نتجاوز العشرة وحانهين قوة آنان كبقد بين العشر آيات طبعا آيات قوة آنان كبقد بين آيانهين حتى نعلم حلالها وحرامها إلى أن كبر أنه حلاشي هذه حرامتي له وأن كعمل فقل فلنه وأنبرنا بما فيها وحق قده هذا كسوغا إلى أن كبر أنه فتعلمنا القرآن والعمل جميعا بإرادين وحانبرنا القرآن كي عمل كي أول السعوده نبي قال صلى الله عليه وسلم صحابة القرآن كأيو بري جري كعمل فلك يقلقا كانوا بري جري طبعا طبعا آيات أي أقادن جرين مرك القرآن كوا عمل سيدوك له وحال قوري عن الحسن ابن علي رضي الله عنه سبد الرسول الله صلى الله عليه وسلم إن عير يقرأ القرآن سيدنا علي بكوري أن يقرأ القرآن قرآن كآخر بوير ما نهاك انت او كار يا حمانتا وناغن او كفرايا فإن لم ينهك فليست بقراءة هذه قرآن كي او كريبي وايو او حمانتا نفتا او كريبي وايو او دقن كادي كم وقن وايو فليست بقراءة وحاات سمينيس اخرين بماها اخرين تي قرآن كماشا واكبح دي حجة ايو اسوب دل يا قرآن كمركا ايضا والقرآن حجة لك أو عليك قرآن كان حجة أيو كوية أذيك أما أذيك أيو حجة كوية وكو دوضة يا مالين تقياما أداد كو عمل فشا قرآن كو أدكو دقنته أذيك أيو قرآن كو نقنا يا مالين تقياما وكو دوضة يا
حديث القرآن كي عاد كل دق من ويسه وناجي أو كفر يا عاد قادم ويسه حمانتي أو كار بين عاد كهري ويسه قرآن كي وصادوت كو قبا يمان انت قياما أسيقا بدعوة كو قبا أو حجة كو نقنا يا والعياذ بالله كتاب كان قرآن كي هذا إلهي دل أيو كر رفعنا يا كر أو قادا يا درجات كولا كوانا هوس أيو غوري غايا إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين سيدوك لي وحال قوري حسن البصري رضي الله عنه ورحمه إن أولاه القرآن كان وحا أخريي الدومن وحا أخريي عرور وحا أخريي ضد آنا علم أولاهين معنيه سي تفسير كيسا قفك معنيه سآنا كنت تدبرين أو آن راعين أو قرآن كآنا توسين كدقن كيسا حروف تيسا أو توسية كلي أكو مبت بادا يو قفك حروف تيسا توسية أو لكن حدود تيسا ضيعه قفك سماها قف أخريي سلبا وأخريي الإمام حسن البصري وحولها قاركود وحيليهن قرأتو قرآن كآيان أخريي أي إليهن قاركود قرأت القرآن كله قرآن كبان وذا أخريه هل عرفنا كمرذين هل آيدنا كمتقين أي إليهن والله أسقده كله أيوره لما أنت سأيوري ذا قرآن كيودا قفك أسلها يا قرآن كان توسيي قرآن كبان حفظي آيدنا كمتورين لها يا قرآن كودا أيو توري ما دام أصلا كل قمين ما يرى القرآن له في خلق ولا عمل بولاي قرآن كي وغمم وقنا يقف كاسي لقنا هانيو أخلاق هان تونا وغمم وقنا أدنا وحوليها قرآن كي أيان حفظي إلى متكود عبير هذا با إني لا أقرأ سورة في نفس سورة قرآن كي أيان كو أخرنا يا هل نف هل نف أيان كو أخرنا يا سورة قرآن كي أولا أو عكو مشغول سنيا هاي ونعطك أيو نفسي أيو كو مشغول سنيا هاي والله ما هؤلاء بالقراء أيها الإمام حسن البصري كوا سماها كوا قراء ذي حقيقيين تا ولا بالعلماء ولا الحكماء مناها علماء ماها كوا حكمة متغالوية قانو وأهل الحكمة أنا ماها كوا سلف ذي قانون حوق سارايو ولا الورع حلال ميردنا ماها متى كان القرآن مثل هذا قرآن كقرمون نقضي عيون هاي سلاس أوكالي ولا كثر الله في الناس مثل هؤلاء كواس أوكالنا إلهي أمدك مبضي عيون هاي الإمام حسن البصري سيدوكالي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أيال ويدي كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم نبي على دقن كيس سيدوها وحيكو جوابتي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان خلقه القرآن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخلاق ذي سوحيه قرآنك يغضب لغضبه عرض أي قرآنك أي لعرون جري ووحي أبا قرآنك ونعبيه أي نعبان جري صلى الله عليه وسلم ويرضى برضاه رأى لأهان شاء قرآنك أي كرى لنقن جري أوه وحيا بها قرآنك أجعلها إلا سمعي أيو سمعين جري صلى الله عليه وسلم سيدوك لأ نين أيا أيمد إلى أبي الدرداء رضي الله عنه مركاس الله إن ابني هذا قد جمع القرآن ويلكي قرآنك أيو كل مي فقال وحول أبو الدرداء اللهم اغفر اللهم اغفر إله دم داف غفرا أيو راي إنما جمع القرآن من سمع له وأضاع قرآنك وحا جمعي أو حفظي بولاي قفك قرآنك مقلة من سمع له وأضاع قفك قرآنك مقلة أو أضاع مركب ولا ريال وحال الربا قفك قرآنك آخرين آية إن قرآنك أكتوس نادا سيدة لقوري حذيفة من اليمن صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيغانا وحال كسقناتين أو يريه يا معشر القراء ذلك قرآنك أخريو هو قرآنك أخريو أما حفظ سنو استقيموا توصنادا فقد سبقتم سبقا بعيدا واتكهر مرتين ذلك هرمر وين آيات كهر مرتين فإن أخذتم يمينا وشمالا حديثا مدك يبدي حادو بحلان أو ذلك قرآنك أتكلي حتان
فلقد ضللتم ضلالا بعيدا وحال لنتين لمتان فوق سيدا عادتك وقفاً لبدانتين هادا توستان اياد وقدم ببدانتين هادا لنتان مركا قفك آخرين آية قرآن وحال قربا إن أوصو حاضر سدو مقصد كلا إذا هذا مناجاتك إن إلهي أولك وضع ومقصد كلا بعد أن قصوا قتيم دون حلقة إن أوصو حاضر سدو قفك إن إلهي أولها الله يو. قرآن كان أو خسايا سيغا وحو آخرين أنا ينا كلام الله إنو يهي أو أغاده وإن أوصو حاضر سدو أفر شيء شيء كوباد أن الله يراك إلهي إنو كواركا يو وإن أوصو حاضر سدو مركا قرآن كهذا آخرين إيسو أن الله يحبك إلهي إنو كجعليه وإن أصوى حاضر ستو قرآن كمركا آخرين إيسو أن الله يمدحك إلهي إنو كأمانا في الملأ الأعلى وكو أمانا يا ملائكة أكتو ذا وإلهي إنو كمقلا وإن أصوى حاضر ستو سيدو كالي قفك قرآن كآخرين آي وإن أصوى حاضر ستو نيدك قبصده أغاده أن الله يعديه إلهي إن أوصينا يو ببركة القرآن قرآن كبركة دي سين إلهي هو قصينا وحو البؤباهي هاي وأمورها الدنيا دي كوة آخر ذي اللهم انفعنا بالآيات وذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.